الشخصية والذين ساهموا بعمق في صناعة تاريخ العراق المعاصر ولهم اطلاع على خفاياه وأسراره ولديهم وجهات نظر ربما تكون متباينة في المبدأ لكنها في المآلات أعتقد أنها تتواصل وتلتقي. الضيوف أعتقد الذين سيتحدثون خلال هذه الساعتين السيد محمد علي الأديب هو وزير وسياسي عراقي معروف لديه تجربة وتاريخ سياسي معلوم في مقارعة نظام الاستبداد في زمن البعث الآفل مأفول هو. نعم السيد محمد علي الأديب كما هو منشور في الملف الذي وزع على الضيوف الكرام لديه تجربة في الإدارة في الكفاح السياسي في إدارة الحكم وفي استوزر عدد من المناصب المهمة منها وزارة التعليم العراقية في مراحل متعددة وله إسهامات وبصمات واضحة بهذا الخصوص. الضيف العزيز الآخر الكردي النبيل أسميه عادة أستاذنا عدنان مفتي الذي صاحب عزرائيل لمرات عدة ونجا من قبضته ومخالبه. عدنان مفتي ابن العائلة النبيلة العريقة الأربيلية المتواضع جدا إلى حد أن التواضع يخجل منه أحيانا. أنا أحبه وهذا يبرر لي الكلام عنه. هو أيضا أحد المناضلين الكرد المعروفين تبوأ عدد كبير من المناصب وأنا لن أستعين بالقصة تبوأ عدد كبير من المناصب والمسؤوليات وهو قيادي معروف في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. الضيف الثالث هو المناضل وسكرتير الحزب الشيوعي العراقي رفاقي الأعزاء الشيوعيين رائد فهمي هو أيضا مناضل وتاريخه الكفاحي ضد الاستبداد وإسهاماته على هذا الصعيد معروفة ويشارك أيضا في هذه الندوة الصديق الوزير السابق ورئيس جامعة الدكتور محمد إحسان ووزير حقوق الإنسان في حكومات عراقية سابقة دكتور محمد إحسان هو من التكنوقراط الكرد المعروفين ولديه وعي تكنوقراطي حقيقي وعلمي بالسياسة وأنا معجب بأحاديثه ونقاشاته بشأن العراق ومستقبل التعايش المشترك. يتفضل أولا السيد محمد علي الأديب ضيفنا العزيز إلى المنصة. تفضل. زوكا جاني الأستاذ عدنان مفتي لو سمحت. خير بك اشتاتتي شي زورة. الأستاذ رائد فهمي خير بكاك رائد هاوري تشوني باشي
الدكتور محمد إحسان العزيز يتفضل. طبعا أنا أقحمت في هذه الندوة لأن كان من المفترض بحسب البرنامج أن يديرها الصحفي والإعلامي إسران عبدالله، لكن تعذر مجيئي بسبب المرض الطارئ الذي ألم به. فلهذا السبب عنوان الجلسة هو عن الحوار العربي الكردي بعد الاستفتاء. هل الاستفتاء الذي أجري في إقليم كردستان أفرز تحديات سياسية جديدة أمام قضية التعايش وقضية الحوار؟ وهل الاستفتاء كانت مسألة عرضية أم نتاج مقدمات وأسباب سابقة عليها كانت تحول دون التواصل ودون خلق الحوار الهادف بين النخب والمجتمع الكردي؟ طبعا هذا هو المحور الرئيس، وسنعمد إلى تقسيم هذا السؤال الرئيس إلى جملة أسئلة مخصصة. أتمنى من السادة الضيوف لكل واحد الإجابة لا تتعدى الدقائق الخمسة. أعتقد أستاذ علي الأديب أنتم كتنظيم سياسي وكجهة سياسية كنتم من أشد الرافضين للاستفتاء، والآن أيضا أنتم من أشد حلفاء الجهة التي دعت للاستفتاء، كيف تفسر هذه المفارقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، والسلام عليكم الأخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاته. أنا بالوقت الذي أحيي الأخوة الذين أشرفوا على تنظيم هذا اللقاء، وبودي لو يكون هذا الحوار دائمي بين الأطراف المختلفة السياسية في العراق وليس بين قوميتين، لأن القوميتين في العراق لها توجهات سياسية أيضا واضحة قد تقترب أحيانا وقد تختلف أحيانا. وما أشير إليه في كلمات الأخوة من أن الدستور العراقي الذي كتب بأيدي عراقية ومن قبل مشاركة واضحة من المكونات المختلفة العراقية هو بالحقيقة نصوص معينة كانت عبارة عن سجال وحوار واضح وحامي بين الأطراف التي كتبت الدستور العراقي، وخرج الدستور بهذا الشكل. وبالتالي فالاختلاف في وجهات النظر لا زال قائما بين أولئك الذين تحاوروا لكتابة هذا الدستور، فهو عقد اجتماعي بين الأطراف العراقية المختلفة، وبالتالي هو جاء نتيجة خبرات معينة وحوادث تاريخية معينة. ولا يمكن فصل هذا الدستور وما كتب فيه عما هو بالحقيقة في تاريخ العراق الماضي السابق في العلاقة بين حكومة بغداد وبين إقليم كردستان أو بين منطقة كردستان. وبالتالي لابد أن نبحث في هذه النصوص، وبودي لو كان المثقف العراقي أو الأكاديمي العراقي هو الذي يقف في مواجهة هذه المسألة ويكون السياسي رديفاً له. أما أن يتقدم السياسي على المثقف أو على الأكاديمي فهو بالحقيقة له أفكار مسبقة، وطريقته في تحشيد الرأي العام لما يعتقد به أعتقد بأنها تتصادم مع أي حل موضوعي يمكن أن يصل إليه الأكاديمي أو المثقف. شكراً. أنا بودي أعود لسؤال آخر ومن منطلق الدستور العراقي. هناك مادة فوق دستورية مضمرة في مقدمة الدستور تشير أو تؤكد إلى أن على أن الالتزام بتنفيذ بما معناه ولا أقول حرفيا الالتزام بتنفيذ مواد هذا الدستور هو الذي يضمن بقائه، بمعنى أن الشريعة المتعاقدين أن الطرفان ملتزمان بتنفيذ هذه المواد أو البنود، وهذا هو شرط بقاء الدولة النظام الفيدرالي في العراق. أنا أحيل هذا السؤال إلى أستاذ عدنان مفتي، وربما دكتور محمد إحسان أيضا لديه رغبة في الإجابة عليه، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أخواتي وأخوتي،
أنا يشرفني أن أكون خدمتكم لمناقشة هذا الموضوع الحيوي الذي لا بد أن ينجح. أقصد به الحوار. أنا أعتقد يعني لا أستطيع أن ألتزم بالسؤال المحدد دون أن أتطرق إلى أهم هاجس عندي منذ سنوات طويلة، هو هذا التناقض الذي نعيشه داخلنا كفرد، كرديا كنا أو عربيا أو من أي مكونات. نحن خاصة المثقفين من النخبة التي من المفروض لها أن تتصدى للقضايا وأن تقود المجتمع نحو الديمقراطية ونحو الخلاص، لكن النخبة أكثر من المواطن العادي. الفرد في النخبة يعيش تناقضا حادا فيما تلقاه من ثقافة أنار له التفكير وكتب من خلال هذه الثقافة العديد من الكتب والمقالات وتصدى لكثير من المسائل بشكل يدعو إلى الإعجاب والاحترام، وهو يتكلم عن الديمقراطية وعن حقوق الإنسان وعن حق تقرير المصير. لكن معظم هؤلاء، ولا أستطيع أن أقول كلهم لأنه فيهم استثناءات، يعيشون تناقضا عندما تواجهه مسألة متعلقة بجذوره الثقافية المكتسبة وجذوره الذي هو لا يستطيع أن يتحرر منها، مثلما كلنا نعيش تناقضا في الجانب الآخر من حياتنا. نتكلم عن حقوق المرأة وعن المساواة بين الرجل والمرأة ونتكلم في الندوات، لكننا عندما نمارس هذا الجانب من الثقافة داخل عائلاتنا داخل أقاربنا نجد تناقضا في أقوالنا. هذا المثقف الذي أنا أستثني الأستاذ هادي العلوي إلى حد كبير، عندما يتعلق الأمر بحقوق الشعب الكردي يتكلم بشكل جيد ويؤيد حق تقرير المصير باعتباره حقا بشريا أزليا حقا من حقوق الإنسان، لكنه عندما يتعلق الأمر إذا كان في العراق فهو عندما نصل إلى النقطة المناسبة أو النقطة التي يجب عليه أن يحدد موقفه ينحاز إلى تناقضه الأولي. لكن هو نفس الشخص عندما نتكلم عن الشعب الكردي في إيران وفي تركيا وفي سوريا نجده ليس لديه تناقضا بالشكل الحاد الذي عنده في العراق. أنا طبعا من الناس الذين أؤمن بالحوار، الحوار العربي الكردي والحوار أيضا مع بقية المكونات، وسبق أن تشرفت بعقد حوار العربي الكردي في القاهرة سنة 98، وحضرت الندوة عدد كبير من المثقفين وممثلي الأحزاب. لكن في الأيام الأخيرة من عقد الندوة، قبل عقد الندوة، واجهنا ضغوطات كبيرة من السلطات المصرية حيث أرادوا أن يلغوا الاجتماع، ولكننا نجحنا في كل الأحوال، نجحنا بشكل ما يتعلق بالشعب المصري والمجتمع المدني والمثقفين وهاي. لكن اكتشفت بعد 2003 وعندما حصلنا على الأوراق السرية والمكالمات السرية بين الحكومة العراقية ورئاسة الجمهورية العراقية أيام صدام المقبور والسلطات المصرية عن طريق السفارة العراقية في مصر، كم من الضغوطات مورست على السلطات المصرية من أجل إلغاء هذا الحوار. حوار كان بسيط وبدائي، لكننا نجحنا. أيضا هنا في كردستان الكرد ساهموا في كتابة الدستور بشكل فعال، أشار الدكتور إلى ذلك ونحن نفتخر بذلك. والدستور رغم
أن كل طرف يرى فيه نواقص معينة. بس تسمحني، أنا عندي سؤال محدد كنت أود توضيح منك بشأن مقدمة الدستور العراقي. أنا أقول لك غير مقدمة، مش تسمح لي أنا أستأذن أخوتي في هذا. مقدمة الدستور في طبعا نص أن الالتزام بهذا الدستور هو الذي يقي أو يبقي العراق موحدا. بما معنى ذلك؟ في 2005 بعد أن صوتنا للدستور، أنا هذا كلام يمكن لبعضكم مكرر، جريدة الحياة أو الشرق الأوسط أجرت مقابلة معي، ومن ضمن الأسئلة قال لي: هل تعتقد، هل تشعر أنك أنت عراقي؟ قلت سابقا عندما كنت أسأل هذا السؤال كنت أقول أن جنسيتي عراقية وباسبورت عراقي، لكن لم أكن أشعر أنا مواطن عراقي، لأنه لم يكن هناك أي عدل ولم تكن هناك مساواة بين المواطن الكردي والعراقي. لكن الآن ونحن صوتنا لهذا الدستور، والدستور يقر بالمساواة التامة وبالحقوق القومية للشعب الكردي المتمثلة في الفيدرالية، ونحن ساهمنا في كتابته، فأنا أشعر لأول مرة بشعور حقيقي أنه أنا عراقي وأفتخر بذلك. لكن ماذا حصل؟ حصل بعد ذلك أننا لم نستطيع أن نلتزم بهذا الدستور، وبقيت القضايا المعلقة. الدستور أشار إليها في مواده من غير قابلة للحل وجهة نظر العراقيين الأحزاب وآخر، وخاصة خاصة قضايا المناطق المتنازع عليها، قضايا الجيش العراقي والاقتصاد، وهذه تفاصيل نناقشها فيما بعد. دكتور محمد إحسان، لدي رغبة في أن تعلق على ما طرحته على الدكتور، على الأستاذ عدنان مفتي، فيما يتعلق بالمادة السابقة، المادة فوق الدستورية الموجودة في الدستور العراقي، حول قضية الالتزام بمواد الدستور الذي يضمن بقاء الدستور ويضمن بقاء دولة العراق. تفضل. شكرا للأخوة القائمين على الندوة، جامعة كويا وجامعة بغداد، وبالأخص الأخ الدكتور سربست، وأرحب بالأخوة العرب الأصدقاء اللي موجودين خارج العراق، لأن قسم كبير منهم كانوا من أكثر المدافعين عن الظلم الذي كان يقع على كردستان، وأعتقد اليوم لديهم دور أن يتدخلوا بين المظلومين الذين كانوا في الأمس مظلومين. شوف، هناك رأيين قانونيين حول هذا الموضوع، هل الديباجة جزء من الدستور أو الديباجة يختلف تماماً؟ قانون، أنا أحكي كأكاديمي، إحنا كنا مقتنعين بأن الديباجة جزء من الدستور. حتى لو كان جزء أم غير جزء، هو مثل ما قال الدكتور، هو الدستور عقد ملزم بين المكونات الشعب، والدولة العراقية التي أسست بعد 2005 ولا سمية 2003 هي دولة مكونات، لأن نحن نعيش في مجتمع groups في كل ميدل إيست، مو مجتمع individuals. ما دام مجتمع جروبات موجودة مو مجتمع individuals، تعتمد على العقد اللي موجود بين المكونات. أحداثيات اللي صارت أو أحداث اللي صارت بعد ما قبل الاستفتاء كانت متوقعة، لأن كل عمله في العراق لتقوية الجروبات الموجودة، العراقي الحقيقي اللي كان موجود متغيب من المشهد، كان أعمل على خلق عراقيين في العراق، على عكس من الأنظمة الدكتاتورية والتي حكمت بالعراق سابقا. by the way، أنا أعتقد من أكثر فترة الحكومات العراقية عملت على خلق عراقيين في العراق هي بعد 58 في فترة عبد الكريم قاسم فقط. بعدها تحولنا إلى فكر عربي قومي شوفيني بعضي متطرف عنصري لما لا حدود. بعد 2003-2005 دخلنا مرحلة الضياء الطائفي والقومي، خلي نكون مو احنا فقط الكل ارتكبوا أخطاء واحنا الأكراد كنا بعيدين عن كل أخطاء. أنا كتبت الحكومة الداخلية كردستان، لا، احنا مرتكبنا أخطاء، احنا أكو مرات احنا متجاوزنا على الدستور، ولكن انتهاكات اللي صارت دائما من حكومة الاتحادية وعدم إحساسها بما هو موجود في ديباجة الدستور، تضع الحكومة العراقية أمام مسؤولي الاتحادية أمام مسؤولية قانونية أخلاقية وتاريخية
نتيجتها صارت الاستفتاء. أنا كنت اليوم أتابع الكلام اللي صار قبل الاستفتاء في كردستان وأقارنها مع الاستفتاء اللي صار في اسكتلندا في 2014. شوفوا النقطة، الكلام اللي كان يستخدمها ديفيد كاميرون يستخدم بطريقة عقلانية لتشجيع الناس كي يقولوا لا للاستفتاء. كنت أقارن مع الكلام اللي كان يقول الخطابات اللي كان في 16 قبل الاستفتاء بكم يوم، أتابع لقاء خاص مع دولة رئيس الوزراء اللي تكون كل احترام والتقدير على لغة ليس لغة الرجل دولة، لغة ليست لغة شخص حريص على مكونات شعبه. حتى لو مختلفين أكو دستور، أنا ما متفق وياك على نقطة معينة أكو دستور، أكو خلاف بالدستور أكو جهاز. أنا أعتقد تصرفات اللي صارت ودو بعد النخبة أدت ما إذا نحن عليه اليوم، ولكن ما العمل اليوم دعنا نتكمل. شكرا بعدين. راح نتابع. أنا بودي أسمع تقييم من الأستاذ رائد فهمي، وتقييم بيعكس وجهة نظر اليسار العراقي إلى حد كبير حول ما حصل. هل ما حصل هو علة لغياب الحوار؟ استفتاء قصدك؟ نعم. ما تقييمكم كحزب شيوعي لقضية الاستفتاء؟ هل أنا أعلم والكل يعلم أن الحزب الشيوعي العراقي مع قضية حق تقرير المصير منذ بداية تأسيسه، لكن الآن كيف تنظرون إلى مسألة الطرف الكردي يقول هناك مواد كثيرة عديدة لم تنفذ من الدستور، منها المادة 140 وغير ذلك؟ أريد أسمع تعليق منك لو سمحت. أعرفه. أولاً أتوجه بالتحية للحضور والأخوة المحاضرين والأستاذ الدكتور سربس، وتقدم أيضا بالشكر لجامعة كويا وجامعة بغداد لهذه المبادرة بخوض في موضوع لا يزال هو حي ويعاني. أنا حابب أسلسل بالموضوع. أكيد الاستفتاء كان إلى صانع مقدمات من ضمنها تعثر الحوار السابق و المواقف التي أدت إلى أنه عدم التفاهم تعمق بدل ما تبذل جهود متواصلة لتحل العقد لتفكيك العقد، كان هناك نوع من التخندق على المسائل العالقة وبعدين ابتعدت الهوى وأدت إلى استفتاء. يعني هاي كانت مقدمات، ما أقول ضرورية بس هاي كانت مقدمات. احنا من الناس قد أرجع الدستور، الدستور هو عقد مثل ما تفضلتوا، وهو عقد مشروط في مرحلة تاريخية يعكس موازين قوى، مستوى وعي، مستوى حضور معين. فإذا الدساتير ممكن تتغير، مو نصوص جامدة. في لحظة معينة اتفق العراقيون على ما جاء بالدستور. أنا افترض اللي وقع على عقد هو ملتزم بما وقع عليه. لكن يبدو أنه مو كل اللي وقعوا مقتنعين باللي وقعوا به. وهذا النقرق الازدواجية اللي يجوز أستاذ عدنان ذكرها ما بين ما ينص على الدستور وما بين العمل الدؤوب لتحويل نصوصه إلى واقع. وأنا أقول لك بالمادة 140، وأنا قلتها حتى من كنت وزير، قلت أنا اللي أعاق تنفيذ المادة 140 وضعف الإرادة السياسية في تطبيقه، لأن ما كان لكم مشاكل. يعني لو إحنا مشينا في تطبيق المقترحات اللي إحنا مقدميها احنا تذللنا كثير من العقد لما فيه مصلحة الجميع، لما فيه مصلحة الجميع، لا للكرد فقط، للكرد والتركمان وكل أطياف كركوك أو غير كركوك. فإذا قصدي إذا أكو هناك، فإذا هناك رأيي أقول لي الأمام عندما لا نريد توقيع تنفيذ ما تعهدنا إليه به، ماذا يحصل؟ ماذا يعني ذلك؟ ماذا نريد من وراء ذلك؟ هل معناه نحن نتحين الفرصة ونعمل لإيجاد موازين قوى جديدة ننقلب على الدستور ويخطورة أو ننقلب على تعهداتنا، أم نخلق موازين قوى جديدة في تفسير المواد الحمالة أوجه اللي موجودة بالدستور ومواد اللي بها حمالة أوجه اللي بها ضبابية أو بها عدم دقة كانت مقصودة، لأن خلاف ذلك ما كان نوصل اتفاق. فإذا الإرادة السياسية حاكمة بهذا الموضوع، وأنا أقول لك عندنا مشكلة بالإرادة السياسية في هذا الشأن. هذه الإرادة السياسية هي مو جامدة أيضا، هم تتغير، يعني أكو قسم تغير مواقفه طبيعية، بس خلينا نعطي مبدأ عام.
لا كل من يعتقد أو يظن من أي طرف الطرف أنه ممكن أن حل مشاكلنا سواء المتعلقة بالعلاقة بين الكرد والعرب وكل بين القوميات بصيغة غير حوارية أي بلجوء لأشكال مختلفة من الضغط وصولة للتعسف مكتوب عليها الفشل تاريخيا. وجربوها أكو واحد مجرب أكثر صدام حسين صدموا غيره وغيره ما حلينا شيء. فإذا اللجوء إلى الحوار حاجة موضوعية حقيقة وسيلة ولا حل غير ذلك، والتقاعس وعدم بذل الجهد هو خسارة تاريخية للجميع. الاستفتاء اجى، احنا كحزب شيوعي ما اخفي عليك احنا نعتقد ان يوم حق تقرير المصير تفسيرنا انه بما في حق الانفصال، لكن هذا حق الانفصال مو يعني انت عندك حق لازم بالضرورة تمارسه مثل حق الطلاق ومو لازم تفارسه، تمام؟ احنا نعتقد الصيغة الامثل في الظروف التاريخية الحالية والمرحلة المعينة هي الحكم الفيدرالي بكل ابعاده والتطبيق الحقيقي له. واحنا نعرف كل زين الحكم الفيدرالي دائما هو محفوف بخلافات، يعني حتى في البلدان المتقدمة لانه بتقسيم للسلطات بحدود. اشكرك، انا بدي اقاطعك هون لاني اشعر انه الدكتور محمد علي ظلمته اخذت بسرعه، بدي اعود له. دكتور محمد، في عندنا مجموعه حزمه مواد دستوريه لدى الطرف الكردي لا يزال مطالبات ملحه انها هي عقده المشاكل بين المركز والاقليم، منها الماده 140. ما وجهه نظرك يعني بشان هذه المواد؟ هل هي مواد الان باتت في حالة العطالة أو اللاغية أو أم ينبغي العودة إليها وتنفيذها؟ القول بالعودة إلى الدستور في جانب انتقائي، أشعر أنه لدى الأطراف في انتقائية شديدة، نعود إلى الدستور لكن بشرط أن لا ننفذ هذه المادة، الكل يطالب العودة للدستور، لكن هناك أمامك مشكلة المناطق المتنازع عليها، هي قائمة وما تزال وتهدد بالانفجار في أي لحظة. تفضل. إذا سمحت لي أنا دا أشوف الأسئلة مالتك موجهة كلها ضمن إطار معين مسبق، وهو أنه الحاضرين كليتهم كود يسلمون بدستور جرى الحوار الماضي بشأنها، فلذلك هي قضية منتهية ولا يمكن الحوار بشأنها. هذا هو الخطأ الكبير لمن يسوي ندوة يدعو الآخرين للحوار. الحوار ينبغي أن يقوم على أساس التفاهم وبيان الأسس الموضوعية للقبول أو عدم القبول. أما أنه تقول لي بأنه أكو دستور، أنا أؤمن به، الحكومة هي المسؤولة عن تطبيقه، وهذا الحديث موجود، أكو لجان مشتركة بين الطرفين يروحون يقعدون يحلون مشاكلهم. ولكن خلي أقول لك بأن الظروف اللي دعتنا إلى كتابة هذا الدستور كانت ظروف قاهرة وضاغطة. المحتل الأمريكي كان يريد هو يضع الدستور، وقانون إدارة الدولة كانت هي البداية وكتب هذه الأشياء، وحتى بعض الأشياء اللي تتعلق بقضية تقديم كردستان موجودة في قانون إدارة الدولة ونقلت نقلا إلى الدستور دون أن يسمح لنا المحاور الكردي أن نغير بها. هذا معناته بأنه الظرف الضاغط ينتج عدم موافقة أحيانا. إذا الحوار استمكن من الأطراف المختلفة ومكنهم من أن يأخذون الفرصة الكافية للوصول إلى حل المعضل الكردي بالعراق دون أن تكون هناك قوالب جامدة ينبغي أن يؤمن بها الكل، هذا هو الخطأ الكبير. أنت تجادلني حول الدستور العراقيين الآن عندهم وجهات نظر بشأنها، ثم أنت من تسوي تعداد عام الآن تقدر مع هذا الوضع اللي يسوي تعداد عام؟ هذا التزوير الواسع النطاق اللي موجود الآن بالعراق بما في ذلك الانتخابات تقدر تسيطر بها؟ أنه أنت ما راح تدخل الآن عناصر في هذه المنطقة وتلك المنطقة ويشوهون السكان العراقيين؟ هاي كله ممكن، وضعنا مو مستتب مو مستقر. إحنا بذاك الوقت من كتبنا الدستور مكون آخر كان أصلا رافض أن يشارك في الحكم، رافض أن يشارك بالعملية السياسية من بدايتها، وبالتالي ما شارك على أساس مراقب. وشون شارك تحت ظل الضغط الأمريكي، يعني حضر وكاد أن لا يحضر مثل وذبحوها وما كادوا يفعلون. هذا الدستور الآن يعتبر من الدساتير الجامدة، يعني أي نوع من الاختلاف به أو تغييره أو شيء من القبيل يحتاج إلى استفتاء، والاستفتاء إذا ثلاث محافظات ثلثينهم حاولوا أن يعترضون على الموضوع يسقط موضوع الاستفتاء. هذا يعتبر الدستور جامد. الحوار اللي أنتم فتحتوه ضد هذا الموضوع، وأنا خلي أقول لكم بشكل عام، لا زال حضرنا نتحدث حول الحوار. الحوار نوعين، أكو عندنا نوع من التنظير
من قبل الأمريكان الدولة الغالبة والكبرى على صدام الحضارات. الحضارات ينبغي أن لا تلتقي بل ينبغي أن تتصارع، وبالتالي يهيئون مقدمات هذا الصراع، وداعش وليدة هذا الصراع، هم رتبوا مقدماتها، ولا داعش ما إلها جنسية معينة، إنما أعطيت صورة للإسلام تاريخيا لمجموعة جدا صغيرة هم الخوارج، وحاولوا أن يوسعون هذا الإطار ويحكمون على بقية المسلمين بالكفر والإلحاد، وينبغي القضاء عليهم. هذه الصورة المشوهة إحنا ما معنيين بها ولا الإسلام معني بها. الأخ يقول بأنه إحنا عندنا مجتمع مكونات، أنا معاك.